هدي الحبيب عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. درب المضي ونرقى في علا ونعنق العيش الهني نحيا ونرشف من شذا نحيا ونرشف من شذا على سنتك نعيش. هدي الحبيب يقودني وبنوره تصفو الحياة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ونرقى في علا ونعنق العيش الهني نحيا ونرشف من شذا نحيا ونرشف من شذا على سنتك نعيش. هدي الحبيب يقودني وبنوره تصفو الحياة أسار في درب النبي صحب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب الكسب عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. ونعنق العيش الهني نحيا ونرشف من شذا نحيا ونرشف من شذا ونرشف من شذا نحيا ونرشف من شذا على سنتك نعيش. هدي الحبيب يقودني وبنوره تصفو الحياة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شرب أحدكم فلا يشرب بنفس واحد. قوموا إلى الدرب المضي ونرقى في علا ونعنق العيش الهني نحيا ونرشف من شذا نحيا ونرشف من شذا على سنتك نعيش. هدي الحبيب يقودني وبنوره تصفو الحياة أسار في درب النبي صحب وأشراف تقى قوموا إلى الدرب المضي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. قوموا إلى الدرب المضي ونرقى في علا ونعنق العيش الهني نحيا ونرشف من شذا على سنتك نعيش. هدي الحبيب يقودني وبنوره تصفو الحياة أسار في درب النبي صحب وأشراف تقى قوموا إلى
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. صحب وأشراف تقى، قوموا إلى الدرب المضي، نسمو ونرقى في علا ونعنق العيش الهني، نحيا ونرشف من شذا. على سنتك نعيش. هدي الحبيب يقودني، وبنوره تصفو الحياة، أبصر في درب النبي صحب وأشراف تقى، قوموا إلى الدرب المضي، نسمو ونرقى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا، ونعنق العيش الهني، نحيا ونرشف من شذا، نحيا ونرشف من شذا. على سنتك نعيش. هدي الحبيب يقودني، وبنوره تصفو الحياة، أبصر في درب النبي صحب وأشراف تقى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله عز وجل أهلين من الناس. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن، هم أهل الله وخاصته. قوموا إلى الدرب المضي، نسمو ونرقى في علا، ونعنق العيش الهني، نحيا ونرشف من شذا، نحيا ونرشف من شذا. على سنتك نعيش. هدي الحبيب يقودني، وبنوره تصفو الحياة، أبصر في درب النبي صحب وأشراف تقى. عن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه قال: ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان، أحدهما عابد والآخر عالم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرضين، حتى النملة في جحرها وحتى الحوت، ليصلون على معلم الناس الخير. يقودني، وبنوره تصفو الحياة، أبصر في درب النبي صحب وأشراف تقى، قوموا إلى الدرب المضي، نسمو ونرقى في علا، ونعنق العيش الهني، نحيا ونرشف من شذا. على سنتك نعيش. هدي الحبيب يقودني،
وبنوره تصفو الحياة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلى. اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة. ونرقى في علا ونعنق العيش الهني، نحيا ونرشف من شذا، نحيا ونرشف من شذا. على سنتك نعيش. هدي الحبيب يقود. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. العيش الهني، نحيا ونرشف من شذا، نحيا ونرشف من شذا. على سنتك نعيش. هدي الحبيب يقودني، وبنوره تصفو الحياة. أسار في درب النبي صحب وأشراف تقى، قوموا إلى درب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، صحب وأشراف تقى، قوموا إلى الدرب المضي. ونرقى في علا ونعنق العيش الهني، نحيا ونرشف من شذا. على سنتك نعيش. هدي الحبيب يقودني، وبنوره تصفو الحياة. أسار في درب النبي صحب وأشراف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. ونعنق العيش الهني، نحيا ونرشف من شذا، نحيا ونرشف من شذا. على سنتك نعيش. هدي الحبيب يقودني، وبنوره تصفو الحياة. أسار في درب النبي. عن أنس رضي الله عنه قال: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي أف، ولا قال لي لشيء لم فعلت كذا وهل لا كذا. يقودني وبنوره.
تصفو الحياة. أسار في درب النبي صحب وأشراف تقى. قوموا إلى الدرب المضي نسمو ونرقى في علا ونعنق العيش الهني نحيا ونرشف من شذا نحيا ونرشف من شذا على سنتك نعيش. هدي الحبيب يقودني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست، وذكر منها: وإذا دعاك فأجب. قوموا إلى الدرب المضي نسمو ونرقى في علا ونعنق العيش الهني نحيا ونرشف من شذا نحيا ونرشف من شذا على سنتك نعيش. هدي الحبيب. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. قال: فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. قال: فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. قال: فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع نف امرئ إلا دخل الجنة. ونعنق العيش الهني نحيا ونرشف من شذا نحيا ونرشف من شذا على سنتك نعيش. هدي الحبيب. عن أم بجيد رضي الله تعالى عنها أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المسكين ليقوم على بابي فما أجد له شيئا أعطيه إياه. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لم تجدي شيئا تعطينه إياه إلا ظلفا محرقا فادفعيه إليه. ونعنق العيش الهني نحيا ونرشف من شذا نحيا ونرشف من شذا على سنتك نعيش. عن علي بن ربيعة قال: شهدت عليا أتي بدابة ليركبها، فلما وضع رجله في الركاب قال: بسم الله ثلاثا، فلما استوى على ظهرها قال: الحمد لله، ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، ثم قال: الحمد لله ثلاثا، والله أكبر ثلاثا، سبحانك إني قد ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنع. العيش الهني نحيا ونرشف من شذا نحيا ونرشف من شذا على سنتك نعيش. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. قوموا
إلى الدرب المضي ونرقى في علا ونعانق العيش الهني. على سنتك نعيش. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليصلي، أي فليدعو. وفي رواية: وإن كان صائما دعا بالبركة. ونعانق العيش الهني نحيا ونرشف من شذا نحيا ونرشف من شذا. على سنتك نعيش. هدي الحبيب يقودني وبنوره تصفو الحياة، أشرف تقى قوموا إلى الدرب المضي ونرقى في علا ونعانق العيش الهني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. في درب النبي صحب وأشراف تقى قوموا إلى الهني نحيا ونرشف من شذا نحيا ونرشف من شذا. على سنتك نعيش. هدي الحبيب يقودني وبنوره تصفو الحياة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. قل العيش الهني نحيا ونرشف من شذا نحيا ونرشف من شذا ونرشف من شذا نحيا ونرشف من شذا. على سنتك نعيش. هدي الحبيب يقودني وبنوره تصفو الحياة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. ونعانق العيش الهني نحيا ونرشف من شذا نحيا ونرشف من شذا. على سنتك نعيش. هدي الحبيب يقودني وبنوره تصفو الحياة، أسار في درب النبي صحب وأشراف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10،
وفرقوا بينهم في المضاجع. قوموا إلى الدرب المضيء ونرقى في علا ونعنق العيش الهنيء نحيا ونرشف من شذا نحيا ونرشف من شذا على سنتك نعيش. هدي الحبيب يقودني وبنوره تصفو الحياة أسرى في درب النبي صحب وأشراف تقى قوموا إلى الدرب المضيء نسمو ونرقى في علا ونعنق العيش الهنيء نحيا ونرشف من شذا نحيا ونرشف من شذا الحبيب يقودني وبنوره تصفو الحياة أسرى في درب النبي صحب وأشراف تقى قوموا إلى الدرب المضيء نسمو ونرقى في علا ونعنق العيش الهنيء. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال الرجل لأخيه جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. ونعنق العيش الهنيء نحيا ونرشف من شذا نحيا ونرشف من شذا على سنتك نعيش. هدي الحبيب يقودني. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصدقة والصلاة؟ فقال أبو الدرداء قلنا بلى يا رسول الله. قال إصلاح ذات البين وفساد ذات البين الحالقة ونعنق العيش الهنيء نحيا ونرشف من شذا نحيا ونرشف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. نسمو ونرقى في علا ونعنق العيش الهنيء نحيا ونرشف من شذا على سنتك نعيش. هدي الحبيب يقودني وبنوره تصفو الحياة أسرى في درب النبي صحب وأشراف تقى قوموا إلى الدرب المضيء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع الطعام فخذوا من حافته وذروا وسطه فإن البركة تنزل في وسطه ونعنق العيش الهنيء نحيا ونرشف من شذا نحيا ونرشف من شذا على سنتك نعيش.
هدي الحبيب يقودني وبنوره تصفو الحياة. أسار في درب النبي صحب وأشراف تقى. قوموا إلى الدرب المضي نسمو ونرقى في علا ونعانق العيش الهني نحيا ونرشف من شذا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه. قوموا إلى الدرب المضي نسمو ونرقى في علا ونعانق العيش الهني نحيا ونرشف من شذا. نحيا ونرشف من شذا. على سنتك نعيش. هدي الحبيب يقودني وبنوره تصفو الحياة. أسار في درب النبي صحب وأشراف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. ونرقى في علا ونعانق العيش الهني نحيا ونرشف من شذا. نحيا ونرشف من شذا. على سنتك نعيش. هدي الحبيب يقودني وبنوره تصفو الحياة. أسار في درب النبي صحب وأشراف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. قوموا إلى الدرب المضي اسمو ونرقى في علا ونعانق العيش الهني نحيا ونرشف من شذا. نحيا ونرشف من شذا. على سنتك نعيش. هدي الحبيب يقودني وبنوره تصفو الحياة. أسار في درب النبي صحب وأشراف تقى. قوموا إلى الدرب المضي نسمو ونرقى في علا ونعانق العيش الهني نحيا ونرشف من شذا. نحيا ونرشف. قال صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة. يريد عينيه. قوموا إلى الدرب المضي نسمو ونرقى في علا ونعانق العيش الهني نحيا ونرشف من شذا. نحيا ونرشف من شذا. على سنتك نعيش.
هدي الحبيب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا أو زار أخا في الله ناداه مناد أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. نسمو ونرقى في علا ونعنق العيش الهني. هدي الحبيب يقودني وبنوره تصفو الحياة. أسار في درب النبي صحب وأشراف تقى. قوموا إلى الدرب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره ثلاثا، وليستعذ بالله من الشيطان ثلاثا، وليتحول عن جنبه الذي كان عليه. الدرب المضي نسمو ونرقى في علا ونعنق العيش الهني. نحيا ونرشف من شذا نحيا ونرشف من شذا. على سنتك نعيش. هدي الحبيب يقودني وبنوره تصفو الحياة. سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. ونعنق العيش الهني. نحيا ونرشف من شذا نحيا ونرشف من شذا. ونعنق العيش الهني. نحيا ونرشف من شذا نحيا ونرشف من شذا. على سنتك نعيش. أعيش الحياة بنور الكتاب وهدي الرسول إمام الورى، وأقفو طريقا به الصالحون وضول الرشاد وحاز العلا. ففيه السعادة فيه الهناء وطيب المعاش ونيل المنى. وتصفو الحياة بهدي الحبيب. هلما فسر في ركاب الهدى. ألو ليه؟ أوكي. أعيش الحياة بنور الكتاب وهدي الرسول إمام الورى، وأقفو طريقا به الصالحون وضول الرشاد وحاز العلا. ففيه السعادة فيه الهناء وطيب المعاش ونيل المنى. وتصفو الحياة بهدي الحبيب. أعيش الحياة بنور الكتاب وهدي الرسول إمام الورى، وأقفو طريقا فيه السعادة فيه الهناء وطيب المعاش ونيل المنى. وتصفو الحياة بهدي الحبيب. هلما فسر في ركاب الهدى هلما فسر في ركاب الهدى.
أعيش الحياة بنور الكتاب وهدي الرسول إمام الورى وأقف طريقا به الصالحون. فيه السعادة فيه الهناء وطيب المعاش ونجيب. هلما فسر في ركاب الهدى عيش الحياة بنور الكتاب وهدي الرسول إمام الورى وأقف طريقا به الصالحون. وضول الرشاد وحاز العلا ففيه السعادة فيه الهناء وطيب المعاش ونيل المنى وتصفو الحياة بهدي الحبيب. هلما فسر في ركاب الهدى هلما فسر في ركاب الهدى. فيه السعادة فيه الهناء وطيب المعاش ونيل المنى وتصفو الحياة بهدي الحبيب. أعيش الحياة بنور الكتاب وهدي الرسول إمام الورى وأقف طريقا به الصالحون. وضول الرشاد وحاز العلا ففيه السعادة فيه الهناء وطيب المعاش ونيل المنى وتصفو الحياة بهدي الحبيب. هلما فسر في ركاب الهدى هلما فسر في ركاب الهدى. عيش الحياة بنور الكتاب وهدي الرسول إمام الورى وأقف طريقا به الصالحون. وضول الرشاد وحاز. أعيش الحياة بنور الكتاب وهدي الرسول إمام الورى وأقف طريقا به الصالحون. وضول الرشاد وحاز العلا ففيه السعادة فيه الهناء وطيب المعاش ونيل المنى
وتصفو الحياة بهدي الحبيب. هلما فسر في ركاب الهدى، هلما فسر في ركاب الهدى، هلما فسر في ركاب الهدى، هلما فسر في ركاب الهدى. أعيش الحياة بنور الكتاب وهدي الرسول إمام الورى، وأقفوا طريقا به الصالحون وضوء الرشاد وحاز العلا، ففيه السعادة فيه الهناء، وطيب المعاش ونيل المنى، وتصفو الحياة بهدي الحبيب. هلما فسر في ركاب الهدى، هلما فسر في ركاب الهدى. أعيش الحياة بنور الكتاب وهدي الرسول إمام الورى، وأقفوا طريقا به الصالحون وضوء الرشاد وحاز العلا، ففيه السعادة فيه الهناء، وطيب المعاش ونيل المنى، وتصفو الحياة بهدي الحبيب. هلما فسر في ركاب، وتصفو الحياة بهدي الحبيب. هلما فسر في ركاب الهدى، هلما فسر في ركاب. أعيش الحياة بنور الكتاب وهدي الرسول إمام الورى، وأقفوا طريقا به الصالحون وضوء الرشاد وحاز العلا، ففيه السعادة فيه الهناء، وطيب المعاش ونيل المنى، وتصفو الحياة بهدي الحبيب. هلما فسر في ركاب الهدى، هلما فسر في ركاب الهدى، وتصفو الحياة بهدي الحبيب. هلما فسر في ركاب الهدى، هلما فسر في ركاب الهدى، هلما فسر في ركاب الهدى. أعيش الحياة بنور الكتاب وهدي الرسول إمام الورى، وأقفوا طريقا به الصالحون وضوء الرشاد وحاز العلا، ففيه السعادة فيه الهناء، وطيب المعاش ونيل المنى، وتصفو الحياة بهدي الحبيب. هلما فسر في ركاب الهدى، هلما فسر في ركاب الهدى،